يسعدنا طبعا بعد نهايه مباراه نادي المجد ونادي ابو قير الاسمده اللي انتهت بالتعادل السلبي ان يكون معانا الكابتن ادم السلحدار المدير الفني لنادي المجد. بنقول لك نقول النهارده نقول ايه، مبروك البونت ولا هارد لك النقطتين؟ والله الحمد لله الولد النهارده يعني اده كويس. طبعا احنا برضو محتاجين شغل كتير، احنا لسه ماسكين ما فيش 10 ايام، احنا بس الفتره اللي فاتت قدرنا ان احنا ننظم الاماكن وبتاع، انما طبعا يعني لما نقف على رجلينا اكتر واكتر ان شاء الله هنعمل حاجه احسن من كده ان شاء الله الفتره اللي جايه. بس طبعا انا سعيد برضو بالمجهود اللي هم عملوه النهارده والروح والحماس اللي خانوا فيها. طبعا ضاعت مننا كرات كتيره، انما بنحمد ربنا على كل شيء. يعني برضه احنا بنلعب فريق اكثر من محترم، يعني فرقه عناصر جميله جدا. طبعا مدير فني على اعلى مستوى، كابتن احمد الكاس كابتني وكابتن مصر، وجهاز طبعا جميل. فكنا بنلعب فريق تقيل والحمد لله على كل شيء. الحمد لله كابتن ادهم، اخر ربع ساعه وتغيير الدقي بينت ان انت طمعت في المباراه. طبعا انا بلعب على ملعبي وانا بحب دايما المكسب يعني، فنقطه بنحاول نجيب الثلاثه، فنزلت الدقي ونزلت العندليب على اساس برضو نبقى ناحيه هجوميه نقدر نشتغل عليها، انما قدر الله ما شاء فعل ما حصلش نصيب، انما بنشتغل على حاجات الاخطاء بتاعتنا والفتره اللي جايه ان شاء الله يكونوا احسن ان شاء الله. كابتن ادهم، نقدر نقول النهارده ان المجد يحتاج للي يخلص اللي يجيب الجون؟ والله بص احنا عندنا الولاد بس الشغل لسه يعني محتاجين شغل طبعا كتير. احنا نعتبر بقالنا 10 ايام شغالين او اسبوعين يعتبر، فمحتاجين شغل، ومجرد بس ان احنا يقفوا على رجليهم كويس الفتره اللي جايه ان شاء الله هتلاقي حاجه كويسه قوي ان شاء الله، ان في عندنا عناصر برضو كويسه ويعني ليهم مستقبل كبير ان شاء الله الفتره اللي جايه. 4 بونت في لقائين، هل انت راضي عن ال4 بونت من 6؟ والله الحمد لله، ده ربنا كريم الحمد لله. كان نفسنا النهارده ناخد 3 نقاط، انما قدر الله ما شاء فعل. حبيبي يا كابتن، بتمنى لك التوفيق. المباراه القادمه هتكون مع دمنهور في دمنهور، توقعاتك للمباراه ورؤيتك؟ ما فيش حاجه اسمها توقعات، هي القصه ان احنا هنجتهد ونشتغل على الماتش اللي جاي وعلى اخطائنا، واللي في الخير يجيبه ربنا ان شاء الله. نشكرك يا كابتن ونقول لك مساء الشنطره. مساء الشنطره.